أهلا وسهلا بكم أصدقائي، أحييكم وأرحب بكل مستمعين الأعزاء في بداية حلقة جديدة من برنامجكم بعد المنتصف. كثيرة هي ظروف الحياة أصدقائي وصعوباتها وتصرفات الناس اللي حولك، في بعض الأحيان تجبرك على اتخاذ قرار من أجل تحديد مصلحتك وراحتك النفسية. البعض يتردد في اتخاذ بعض القرارات، لكنه في المقابل لا يجد الراحة في هذا التردد ولا يستطيع إكمال حياته. اليوم موضوعنا يعني يتعلق بصحتك النفسية أو راحتك النفسية، وسؤال اليوم وش هو القرار اللي اتخذته؟ وهذا القرار طبعا كان يعني مهم وفي صالح صحتك النفسية. كثير منا دائما في بعض الأحيان قد يمر بضغوطات ويمر بأمور في حياته ويتخذ قرار، ولكن هذا القرار يكون في صالح صحتك النفسية أولا. في بعض الأحيان قد يكون هذا القرار طبعا عواقبه وخيمة، أو يعني بالنسبة لك هو قرار مزعج، ولكن لصحتك النفسية هو قرار صائب وسليم. وش هو هذا القرار صديقي المستمع؟ لكل اللي حابين يشاركونا تستطيع أنك تشاركني على تليفون البرنامج، والرقم هو 0115 11 20 30. مرة ثانية رقم الاتصال 0115 11 20 30. كمان تقدر تكتب لي رسالة نصية على منصة إكس على حساب إذاعة MBC FM، تجد سؤال اليوم وتقدر أنك أنت تشاركنا فيه. هل هذا القرار كان يجبرك في بعض الأحيان على تغيير أفكارك وأسلوب حياتك مع الناس اللي حولك أو لا؟ وفي بعض الأحيان ظروف الحياة في وجهة نظرك وتصرفات الناس اللي حولك هل تجبرك على اتخاذ قرار معين من أجل راحتك النفسية، أم أنك تجد صعوبة في اتخاذ هذا القرار؟ خلينا نبدأ باستعراض المشاركات على التليفون، ونرحب بكل مستمعين إذاعة MBC FM من خلال الترددات على كل مدن المملكة، وأيضا على مستمعينا في تطبيق MBC مود اللي يقدرون يسمعونا ويشاهدونا في نفس الوقت. نروح لأول اتصال معنا ونقول ألو. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا. صباح الخير اخوي ياسر. صباح النور، الله يحييك. اهلا وسهلا. معك فيصل. يا هلا يا فيصل، حياك الله. الله يسعدك يا رب. اخوي ياسر، انا بقول لك نقطه اللي هو مثل تفضلت، انا اختار العزله، يعني اترك نفسي مع نفسي، عرفت؟ لاني اصلا حتى لو يعني بالمختصر ولا قصور في الاراء المستمعين، هي ايش اللي هو لما انت تبادر الشخص يعني بيحكمك ب يعني بصوابه وبكلامه، عرفت؟ يعني انت مثلا لو انت تناقشت معه ولا شيء يعني بصير نهايته يقولون نقاش عقيم، عرفت؟ فاشياء كثيره تدخل في عوامل او طبيعه الانسان نفسه. يعني انت بالنسبه لك كان في امور كثيره في الحياه اخترت قرار العزله علشان صحتك وراحتك النفسيه. اي نعم، لان ايش يعني انت عارف الحين، انا والله ما يعني في ناس يعني نقول 90% انه يفرض رايه او كلامه. طيب او اي حاجه. طيب سؤالي يعني كان هذا او نتيجه هذا القرار جيده بالنسبه لك؟ يعني ارتحت؟ اي نعم والله، انعكس بشكل ايجابي على صحتك النفسيه بشكل كثير يا ياسر. ممتاز. لانك انت الحين يا ياسر، الحين تخيل انك انت مثلا يعني بغض النظر لو نشوف كلام الناس، يعني مثلا حال المؤلفين وكذا، يعطيك كلام بس كلام، طيب الكلام هذا يعني ما طبقته لك يعني، او شيء مثلا شيء مالي او شيء كذا، فهمت علي؟ واضح. ما رد عليك انت، فهمت علي؟ هنا الكلام. جميل. هنا الكلام لو جميل. لو اناظر كلام الناس ما ارتاح، لو اراضيهم ما راح ارتاح. جميل. بدايه الكلام. جميل جدا يا فيصل، انا سعيد جدا بمشاركتك وباتصالك. بختصر عليك اخوي ياسر،
لأن يعني طبعا موسى لما تكلم ربي سبحانه بخصوص كلام الناس وكذا ومدري إيش، قال أنا ربك وأنا ما ارتحت. واضح. واضح. شكرا لك يا فيصل، أنا سعيد جدا باتصالك. شكرا لك، في أمان الله، مع السلامة. ألو، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. مساء الخير أستاذ ياسر. مساء النور، يا هلا ومرحبا، الله يحييك. الله يحييك أكثر ويطول عمرك. أنا بس القرار اتخذته أمس، وأبغى الكل يستفيد منه، وأبغى الكل يتعلم من هذه التجربة. وما في تجربة إلا فيها شيء إيجابي فيها شيء سلبي. صحيح. ممكن بعض السلبية تطغى، ولكن أنا أبغى أقول لو راحت صحة الإنسان في سلوك أنت قاعد تسويه غلط، ما للدنيا كله ما يعوضه أبدا. طبعا طبعا. أنا أخذت قرار وأنا بعلن أمام الملأ والجميع إن شاء الله أني ما عاد لي رجعة للتداول في السوق الأمريكي، لأنه الريسك جدا عالي، الخطورة عالية جدا. إذا تبي تستثمر أموالك استثمرها داخل بلدك في شيء أنت تعرفه، في شيء أنت تفقه فيه، لا يلعبون عليك المضللين، لا يخدعونك المضللين ولا المحللين اللي هم المخللين. كل من يسمعني، إذا ربحك إذا خسارتك أكثر من ربحك، حافظ على بقية رأس مالك واحفظها في شيء أنت تفقه فيه وتعلم فيه، أحسن مما يروح مالك وصحتك، لأن لو راحت صحتك ما فيها رجعة. أتمنى جميل. من الجميع، أتمنى من الجميع أخذ العظة من أخت ذقت مرارة الألم في الخسارة تكرارا ومرارا، والتجربة أعيد فيها، لأنه أعتقد أنه سيكولوجية التداول تدخلك في مرحلة إدمان لا تعي فيها تماما إلا لما تكون محفظتك صفر. لا تدخل في مخاطرة مالية غير بزيادة عن رأس مالك أو عن مال غير فايض عندك. أتمنى من الجميع أنه يأخذ كلامي بمحمل الجد، وأنه يؤخذ في عين الاعتبار، لأن أنت أحيانا تعمل سلوك لا تشعر فيه. جميل. أبدا. جميل، يعطيك العافية. أنا إيه تفضلي. قرار ياسر من هذا المنبر إن شاء الله أنه يكون صريحا، وأتمنى أن أمي يعني تسمعني عبر الراديو، أني أوعدك إن شاء الله أنا لا رجعة إن شاء الله لهذا السلوك الخاطئ. والحمد لله دام الصحة والأهل موجودين إحنا بخير، ودامنا آمنين في هذا البلد إحنا بخير، والحمد لله الهوايات والمواهب موجودة، فممكن نرجع لها نستثمرها مرة أخرى. وشكرا لك. جميل جدا، شكرا لك وشكرا لاتصالك. يعني هذه النصيحة تنطبق على الاستثمار، وكمان تنطبق على استثمار العلاقات واستثمارنا إحنا في الناس اللي حولنا، والناس اللي أيضا قد يكون بسببهم نتكبد الكثير من الخسائر. أرجع مرة ثانية أذكر أصدقائي بأن سؤالنا اليوم: أهم قرار اتخذته، كان هذا القرار يصب في مصلحتك أو في حالتك النفسية وينعكس بشكل جيد على حالتك النفسية؟ ولكل أصدقاء اللي حابين يشاركونا، تليفون البرنامج هو 011-511-2030. أصدقائي، زي ما ذكرنا بأنه في كثير من مواقف الحياة وصعوباتها وتصرفات الناس اللي حولنا قد تجبرنا في بعض الأحيان إلى اتخاذ بعض القرارات من أجل راحتنا النفسية. البعض يتردد في اتخاذ هذا القرار، لكنه في المقابل لا يجد الراحة في هذا التردد، ولا يستطيع أيضا يعني يقف في المنتصف. سؤالنا: هل هذا القرار يعني قد يجبرك على تغيير أفكارك، سلوك حياتك، الناس اللي حولك؟ وسؤال الحلقة الرئيسي هو طبعا: أهم قرار اتخذته، وكان هذا القرار في صالح مصلحتك النفسية؟ نروح لاتصالاتكم، وأذكر مرة ثانية تليفون البرنامج هو 011-511-2030. ومعنا على التليفون خالد. أهلا وسهلا يا خالد، حياك الله.
أهلا فيك أستاذ ياسر، صباح الخير. صباح النور. صباح النور، أهلا وسهلا. بالعكس سؤال جدا يحرك كثير من المشاعر بالنسبة لي أنا. لذلك سمحت لي أستاذ ياسر بعلق بعدين بقول وش أهم قرار متعلق بهذا السؤال. أنا طول حياتي كنت أعتقد أني أنا دافع عن نفسي من سوء الظنون، من العنصريات، من الأحزاب، من الشلليات، من التهم الكاذبة. فاكتشف قبل 4 شهور بدون ما أدري عن نفسي أن أنا والله تعبان صحيا، أنا في المستشفى منوم. فجاني الدكتور الله يجزاه خير وسعودي وأدعي له، فقال لي كلمة كأنه وعاني، كأني غافي وصحاني. فقال لي هذا يا خالد أنا تعبان الله يشافيك، والله ما حد جايك بيعطيك كبده ولا قلبه ولا بيعطيك عضو من أعضاءه، لذلك أنت المسؤول الأول والأخير عن حماية نفسك. إذا أردت أن تكون مرتاح نفسيا صحيا ذهنيا، لأن الصحة ترى أهم ما في الإنسان صحته. لذلك اتخذت قرار مصيري وتمنيت أن اتخذته من زمان، أني أنا أحمي نفسي بنفسي، أني داري نفسي بنفسي، وأني ما أعصب ما أكلف على نفسي. خلى الناس يقولون عني اللي يقولون، رضا الناس غاية لا تدرك. وأنا أقول نصيحة لنفسي ولك وللجميع، ترى وقت الرخاء تنخدع الناس حتى اللي يقرب الناس لك إنهم كويسين معك، لكن وقت الشدة راح تبان لك أمور يعني الإنسان ينصدم منها. يقول حتى لو كنت أنا في أسوأ إنسان يعني ما استاهل هذا الحقد ولا هذا الحسد ولا هذا، لذلك ما حد يتمنى الخير. وهذه سنة الله في عباده، بدأت من قابيل وهابيل وهم إخوان. لذلك إذا بعض الأبناء اليوم أبوهم يتوفى الله يرحمه ينسون على طول، لا تزيد العشم أحد، تعشم في الله، تبقي نفسك ثم احمي نفسك بنفسك، ولا ما راح أحد يحميك. صحتك اجعلها أهم أولوية في حياتك، إذا ما دريت صحتك ما راح أحد يداريك، يمكن حتى عيالك ما يدارونك اللي هم اللحم قدامك. أحسنت يا خالد. أنا بصراحة يعني كلامك ينم عن يعني تجربة وتجربة يعني كانت نتيجتها أنه صحتك هي أهم من أي شيء، تداركت هذا الأمر والحمد لله. الله يديم عليك الصحة والعافية يا خالد، وكلامك صراحة ما في أي تعليق. أنا سعيد جدا باتصالك خالد، وإن شاء الله الناس اللي كمان اللي سمعوك يعني يستفيدوا من هذه التجربة. شكرا لك. العفو. شكرا لك، في أمان الله، مع السلامة. روح لمشاري، أهلا وسهلا يا مشاري، حياك الله. هلا والله، حياك الله. يا هلا وسهلا، الله يحييك، تفضل. بالنسبة لي أهم قرار صراحة اتخذته قبل 3 سنوات، بس للأسف يعني ما كملت فيه، للأسف يعني ما صمت على القرار هذا. اللي هو أنه كان في شخص يعني المفروض أني أبتعد عنه، بس أني رجعت يعني ابتعدت عنه، جاني كلمني رجعت، وليتني ما رجعت، لأنه اللي صار بعدها تدمر أشياء كثيرة في حياتي، لكن الحمد لله يعني عليها. يعني اتخذت قرار آخر ولا أنت ما زلت يعني؟ أنا لا اتخذت قرار بس ما صمنت عليها. يعني أنا اتخذت قرار قبل 3 سنوات أني أبتعد عن شخص، لكن للأسف أني رجعت. يعني لو صمت على القرار ذاك كان بيكون أهم قرار في حياتي كلها، كان ممكن يكون يساعدك يعني على تخطي أشياء كثيرة في حياتك، على صحتك، على أمور كثيرة. إيه صحيح، يعني لو كملت في القرار ذاك ما رجعت عنه أشياء كثيرة تغيرت في حياتي، أشياء كثيرة جدا. بس أنا ما صمت للأسف، رجعت خدعت يعني، والحمد لله على كل حال. لكن بالنهاية أي شيء أحيانا تعطيك الحياة، تعطيك إشارات. يعني إذا شفت إن الشخص ذا يمكن يسبب لك ضرر في المستقبل، ويسبب لك ألم نفسي أو ألم يعني بشكل مباشر أو غير مباشر، ابتعد، لا ترجع نهائيا، لا ترجع. لأنك لو رجعت يمكن تخسر دبل اللي بتخسره لو مشيت في ديك اللحظة. جميل يا مشاري، أنا سعيد باتصالك ومشاركتك، شكرا لك. شكرا لك، في أمان الله. أبو خالد أهلا وسهلا، حياك الله.
الو ابو خالد، مساء الخير. مساء النور، يا هلا ومرحبا، الله يحييك. يعطيك العافيه يا استاذ. الله يعافيك. انا طبعا الشخص في صوت ارتداد عندي. الو. اي نعم تفضل. صوت ارتد عندي والله ماني عارف يعني اتكلم. يعني انت احنا نسمعك بشكل جيد، يعني في بعض الاحيان تحصل هذه المشكله، فاذا تقدر تكمل. ايوه بس يعني ما نطول لانه في اتصالات. طيب اوكي. مساء الخير. اول شيء ياسر، انا طبعا اول اتصال هو ممكن كان موضوعي قرار العزله. طبعا العزله هذا القرار ما يجي الا بعد نضج فكري وعقلي للانسان انه يبدا مرحله في تغيير حياته. ولكن المنحنى الاخر ممكن نضده بعض الاشخاص انه يفتكر ان العزله هي تصل لحد التطرف الى ان تصل الى الاكتئاب او الوحده تقريبا المسمى هذا، انه يعتزل الناس ويعتزل العالم المحيط الخارجي اللي حوله، حتى دائما محتاجين المحيط المجتمع. لكن العزله هي مفهومها انه تعتزل بنفسك، تهتم بنفسك بصحتك، ولا باعي ولا تدخل في جدالات عقيمة، ولا يعني هذه مفهوم العزلة تقريبا من مفهوم. يعني انت قصدك العزلة انه انت تضع حد. انت خليني بس اكملك هذه النقطة، لانه طيب اسمعني انت شكلك ما قاعد تسمعني. المريرة والله يعود عليها ان شاء الله. امين. تسمعني لا تخو. السوق لازال فيه خير، ولكن اذا خساراتك هذه تعتبرينها دورة مدفوعة الثمن، وإن شاء الله هي حقق لك مبتغاك. وأنا أقول واصلي في التعليم إن شاء الله لك الرزق يا رب. آمين يا رب. أنا سعيد أول شيء باتصالك، و يعني فعلا أنت ذكرت نقطة مهمة بأنه العزلة في بعض الأحيان مو أن إحنا نعتزل الناس ونعيش لحالنا. العزلة في بعض الأحيان أنك تضع مسافة بينك وبين الأشخاص، بس تقدر أنك كل يوم تقابل الناس وتطلع وتجي. ألو، أهلا وسهلا. ألو. أهلا مرحبا أخويا. أهلا ومرحبا، حياك الله. الله يحييك، أسعد الله أوقاتكم وأسعد الله أوقات المستمعين. حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل الله يحييك. هلا بك. أنا لقيت نفسي طال عمرك أنه وصلت لمرحلة يسمونها راحة البال. كيف تشتري راحة بالك؟ أنك كل شيء تشوفه قدامك حتى وإن كان خطأ خله ترى صح، لأنه صاحب وجهة نظر الشخص اللي سوى الحركة هذه أو الطريقة هذه، أنت عليك تقتبس أنه من وراء هذا الفعل كيف تأخذ الشيء الإيجابي اللي ينفعك وتترك له السلبي. وغير كذا أنه راح ينعكس عليك أنا، وش مالي أن أنا أصلح حياة العالم كلها؟ فأنت التزم بنفسك وفرق طريقك لنفسك، تمام، ولا تنعزل، لأن انعزالك ترى ما راح يحل شيء، وأنت بشر تحتاج أنك تخلق البشرية وتسولف وتضحك وتغير جو، و يعني قدر الإمكان بس متع نفسك بالصحة والعافية وعيش النعم اللي الله أعطاك إياها. وإذا أنت في شيء فاقده في الحياة وتحتاجه، ثق تماما أن ربك لو يشوف أن أنت بتحتاجه هو بيسوقه لك، فأنت عايش في نعمة أساسا غيرك يتمناها. فدائما أي شيء تبيه شوف اللي أدنى منك مستوى حتى أنت ترتاح، ولا تطالع فوق ولا تطالع في الجوال وفي السوشيال ميديا وان ذول عندهم وانت ما عندك وتتحسر. لا 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 لا، أبق. اللي لك لك واللي عليك عليك. حتى لو جاتك ضيقة في الحياة لا تأخذها بمبدأ من الضيقة، حول الضيقة إلى إيجابية، تراها بتعصرك حتى تطلع أجمل ما فيك، أجمل ما فيك. ولا بكل أن بيفقه هذا الموضوع، لأن متى راح توصل لهذا المرحلة؟ لا وصلت الأربعين، لا أنا رحت للزمن، رحت للأربعين وقدمت عمري وأنا عمري 32 سنة وانتهى. جميل. يعطيك العافية، أنا سعيد باتصالك ومشاركتك. وفي نقطة ذكرتها جميلة جدا، بأنه في بعض الأحيان في بعض الأشخاص يشوف أي سلوك خاطئ من قريب، من صديق، من يحاول يعدله، يحاول يغيره، يحاول دائما يقول له أن هذا خطأ. ففعلا كلامك سليم، يعني لا تحاول تصحح كل شيء، يعني لا تحاول أنك أنت تغير الأشخاص أو تصحح فيهم، بس التفت لنفسك و يعني التركيز على يعني تعاملك أنت مع الناس، ولكن هم كيف يتعاملون مع بعضهم البعض. هذه أتوقع أنه في بعض الأحيان أشياء ما المفروض نحن نحاول نصححها ونحاول
كل خطأ نوقف عنده. هذه واحدة من الأشياء اللي متعبة، اللي تجيب التعب للإنسان وتجيب الإرهاق وتدخله في متاهات كبيرة. أصدقائي، الاتصالات رائعة جدا، الحديث جميل جدا عن أشخاص عندهم تجارب مميزة في بعض القرارات اللي انعكست على صحتهم وحالتهم النفسية. راح استقبل المزيد بعد ما نسمع الأغنية الجميلة. لكل حابين يشاركونا 0115 11 20 30. أهلا بكم أصدقائي، أرجع لسؤالنا اليوم وأهم قرار اتخذته، وهذا القرار كان يصب في مصلحة راحتك النفسية وصحتك النفسية. كثير في بعض الأحيان نحتاج إلى قرارات تكون في صالح صحتنا النفسية. خليني أقرأ بعض المشاركات، ولكن قبلها اللي حاب يجاوب على هذا السؤال أو يحكي لنا تجربة معينة ممكن يتصل على تليفون البرنامج، والرقم هو 011-5-1-21-30، وتقدر تشاركني على منصة إكس على حساب إذاعة MBC FM، تجد تغريدة خاصة بموضوع اليوم تقدر أنك تكتب تعليقك عليها ونقرأها على الهواء مباشرة. خليني أقرأ بعض المشاركات على منصة إكس. أهم القرارات، هذا محمد الحربي يقول قرار اتخذته هو أن تكون مزاج رائق ورائع بالرغم من بعض الأمور اللي قد تحدث حولك. أيضا يقول قرار اتخذته لصالح نفسي بعد مضي 10 سنوات من العمر لم أعد أبالي بمن حولي، قرار لم أفكر لمجرد تفكير بمشاعر الغير. لما كان سبب في وصولي لهذه المرحلة كان قرار ممكن أن أطلق عليه أنا ومن بعدي الطوفان. أيضا هذه رسالة يقول رسالة قبل شوية أم عبد العزيز الآن لميا تقول أهم قرار اتخذته وأفضل قرار اتخذته أني ابتعدت عن أشخاص كنت أعتقد أنهم أقرب، ولكن كان القرب منهم متعب جدا، والبعد والرسمية بين الأقارب في بعض الأحيان تكون هي الأفضل. مرة ثانية أذكر برقم الاتصال 011-5-1-21-30. وفي كثير من ظروف الحياة وصعوباتها ويعني بعض الأمور وبعض الأحيان تصرفات الناس اللي حولنا تجبرنا على اتخاذ بعض القرارات اللي تصب في مصلحة وصحتنا النفسية. بعض الناس قد يتردد في اتخاذ هذا القرار، لكنه في المقابل لا يجد الراحة في هذا التردد، وكمان ما يقدر إنه هو يكمل. زي ما ذكروا بعض الأشخاص اللي كلمونا أنه ألزم معنى الشخص هي حياته، هي راحته النفسية، اهتمامه بعائلته بأسرته، واجباته يعني في هذه الحياة. لذلك قد نتخذ في بعض الأحيان قرارات قوية ولكنها يعني تكون في صالح صحتنا النفسية. نروح للاتصالات ونرحب بمستمعينا. ألو، أهلا وسهلا. ألو، يا هلا ومرحبا. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي والله حبينا نشارك في الموضوع حق الليلة. حياك الله، تفضل. ويصمت فجأة. طيب، ألو، أهلا وسهلا. كلمه. ألو. هلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الله يسلم. الله يحييك. الله يبقيك. الحين الصوت يجي عندك متأخر، فعشان كذا ننتظر أنا متى ترد على السؤال اللي أرسله لك على الأقمار الصناعية. طيب، في بعض الأحيان أصدقائي زي ما ذكر أحد الأصدقاء في منصة إكس بأنه قرارنا كنت يعني تكون منعزل في بعض الأحيان، أؤيد الرأي في أنه العزلة ليست باعتزال الناس نهائيا، ولكن أن تضع حد أو مسافة بينك وبين بعض الأشخاص حتى تكون مطمئن ومرتاح البال. خليني أيضا أقرأ بعض المشاركات في منصة إكس.
تركي أهلا وسهلا فيك، أرحب فيك. يقول هنالك قرارات فعلا تكون في صالح صحتك النفسية وراحتك، ولكن قد تعجز أن تتخذ هذا القرار، تحتاج إلى قوة لاتخاذ هذا القرار. أتفق معك جملة وتفصيلا. اللينك الأول كانت الاتصالات رائعة جدا والتجارب كانت مميزة. اللينك هذا ما كان فيه اتصالات يعني جيدة، يعني لها تجربة مميزة. بس خلينا نعطي فرصة أيضا للأصدقاء اللي حابين يكلمونا. أذكر مرة ثانية برقم الاتصال 011-5-11-20-30. وتنسى ليلة البارح. أهلا بكم أصدقائي، نرجع لسؤال حلقتنا اليوم، وسؤال يقول: أهم قرار اتخذته وكان هذا القرار يصب في مصلحتك النفسية؟ نروح للاتصالات أصدقائنا على التليفون، ونرحب بالتليفون معنا بسعاد. أهلا وسهلا يا سعاد، حياك الله. أهلا بكم. الإذاعة هي رمز الأصالة، منها تعلمنا الحوار والمحاورة، وكشب شعب سعودي يسمع لنا الجميع وناخذ التجارب من الآخرين. فهذه الحياة الجميلة عندما تأخذ يعني من الآخرين تجارب تنجح، ومقتطف من ما حدث لي في هذا العالم الكبير الذي هم فيه كبد كثير. تزوجت منذ نعومة أظافري وأنا ذات الربيع 14 عاما، ويعني قاومت على أسرة كبيرة وعائلة، والحمد لله يعني الآن يعني نتائجها جميلة، ولكن صبرت 33 عاما، وأنا اليوم أواجه هذه الأسرة بفخر. عندما كبر أولادي وأصبح منهم الدكتور والمهندس، لأنني كنت صابرة على مضض. هذا الشيء هو الوحيد الذي يختلج أن الإنسان يعيش ساعات حتى يريد أن الآخرين يعبرون بسلام، وإن كان هو الضحية. هذه الأم دائما. نعم. هذه الأم. دائما أقول النجاحات، نجاحات أولادي هي كانت النبراس المستقبل الذي كنت أراهم وأراهن أنهم وصلوا إلى ذلك بتميز الأم. نعم. التي ضحت من أجلهم كثير وهم يعرفون ذلك. ولكن للأسف وجدت رجلا اسمه رجل وليس بمعنى رب الأسرة الذي يحتوي أبناءه. والله العظيم لو تركت أبنائي لأصبحوا شتاتا، ولكنني حافظت على هذه المملكة، والحمد لله منهم ما هو دكتور ومنهم ما هو مهندس وأستاذ، والحمد لله ويشار لي بالبنان. ولكن أين هي طفولتي؟ أين هي مراهقتي؟ أين هي شبابي؟ لقد ضع. ولكن هم رياحيني، هم رياحيني في هذه الحياة. عندما أنظر أقول عندما كنت صغيرة ولم أعبث ولم ألعب ولم ثم بعد ذلك لا يقدر ذلك، لكن الحمد لله دائما وأبدا. فالحمد لله يعني أخرجت هذا الشيء بقوة، خرجته من حياتي حتى أرتاح والحمد لله. لكن أنا يعني أقول ما عشت حياتي، عيشت الآخرين على ظهري من زوج وأهل زوج. تخيل عروس صغيرة ذات 14 عاما تربي 10 أولاد أكبر منها أخوان زوجها، من يعني كانت صعبة. ولم أقل يوما لماذا ولماذا، ولكن هيهات، الجزاء الإحسان إلا إحسان. ولكن الحمد لله دائما وأبدا هذه الحياة في كبد، أنا أعرف ذلك وأدري أن من بطن من رحم المشقة يخرج النور، وها أنا الحمد لله اليوم في نور، في نور وسرور.
الحمد لله. وسعادة، واسمي سعاد، وأعم السعادة بمن حولي، ولكن تجربة كانت من هذه الحياة. شكرا لك أستاذة سعاد، يعني على يعني هذه المشاعر اللي وصلت لكل الناس. يعني في بعض الأحيان التضحيات لا تقدر بثمن، التضحيات بعض الأحيان تكون يعني تأخذ منا الكثير من الوقت، من الطفولة، من الشباب، من الراحة، ولكن زي ما ذكرتي يعني في حديثك بأنه النتيجة كانت أعظم وأكبر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك العوض الكبير والرضا دائما إن شاء الله. شكرا لك على هذه التجربة، وأنا متأكد أستاذة سعاد بأنه كثير من السيدات العظيمات، وما نقول سيدة عظيمة إلا بعد تجارب مريرة وتجارب كبيرة، وهذه التجربة اللي نقلتيها لنا في دقائق معدودة يعني وافية وشاملة وفيها دروس وفيها عبر كثير. شكرا لك سعاد على هذه المشاعر وهذه التجربة. وأبشرك أنا كذلك معلمة أجيال، فقد تخرج من عندي الدكتورة والطبيبة والمهندسة، ما شاء الله. أنا أتعالج الآن في المستشفى، وكلاه جميع من هم هناك دكتورات كانوا طالبات لي في يوم من الأيام. ما شاء الله. فهذا هو الفخر. صحيح. كان طلاب العلم يشعروا لي بالبنان، أستاذتنا سعاد قدوة لهم، وأبنائي أصبحوا كذلك، فهذا هو جبر الخاطر. ولكن يعني لم أمر سريعا ولا سهلا، كانت صعابا. صحيح. مضيت فيها 33 عاما، وها أنا هذه السنة أقدم التقاعد المبكر الحمد لله، بعد أن خدمت في هذه الدولة كثير، وخدمت في خارج البلاد، كنت أدرس في أكاديمية واشنطن اللغة العربية لغير الناطقين بها بفضل الله ومنته، فكثيرا من تعلم الإسلام على يدي، ومن نطق الشهادة، ومن تعلم اللغة العربية. يعني هذه القفزة الأخيرة، لكن لو تعرف أن زوجي أخذته لا يملك إلا يعني أبو أولاد سادس ابتدائي، وهو اليوم بروفيسور كبير، ما شاء الله. من حفزه، من ناداه على ذلك، سيرى الله ذلك، وسيرى أنني كنت أزرع العلم في كل مكان وأشجعه حتى وصل إلى ذلك. أحسنتي، يعطيك العافية. شكرا جزيلا أستاذة سعاد، شكرا لك على هذه يعني على هذا الاتصال الرائع الملهم اللي ألهم كثير من الناس اللي قاعدين يسمعونا. وأهم طبعا يعني رسالة وجهتها سعاد من خلال هذه المكالمة، بأنه هذه الحياة فيها الكثير من الصعاب، ومن يريد أن يعتلي القمم لابد أن يمر بهذه الصعاب كما اعتلت هذه القمم الأستاذ سعاد. شكرا لك، شكرا لتواصلك معنا، أنا سعيد جدا بهذا الاتصال. روح اتصال ومشاركة جديدة ونقول ألو، أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحييك، معك خالد. يا هلا يا خالد، الله يحييك. طبعا على مشاركتي في هذه الحلقة، على السبب سعادتي أني تركت العلاقات النرجسية، سواء أصحاب، سواء علاقات، سواء أي علاقة فيها نرجسية ابتعدت عنها. علاقة سامة. علاقة سامة. علاقة بعد 4 سنوات كانت سامة جدا، ولكن الحمد لله تخطيت. كانت تخطي صعب، لكن من بعدها شفت الحياة بشكل ثاني، سعادة، سواء من علاقات أو أصحاب. حتى في أصحاب نرجسيين ممكن يسببون مشاكل كثير لكل الأشخاص. فأنا من هذه المنصة ودي أقول لكل شخص يتألم من نهاية علاقة، أصبر، خلك قوي، وترى قدامك سعادة. جميل، شكرا لك يا خالد، أنا سعيد باتصالك. الله يسلمك. شكرا الله لك، في أمان الله. شكرا، وشكرا لأمنا سعادة اللي تكلمت قبل. الله يعافيك، شكرا جزيلا، في أمان الله. ألو، أهلا وسهلا. ألو، يا هلا ومرحبا، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك على طرح الموضوع هذا، صراحة موضوع حطت عندنا على مجال مشاعر كثيرة، واستفدنا صراحة من المكالمات السابقة لجميع الأخوان،
والأخت سعاد أيضا كادت أن تبكينا صراحة، ولكن أفرحتنا بأنها أنجبت وأنها صبرت يعني ونالت ورأت ثمرة جهودها بأبنائها. وهذا ديدن الأباء والأمهات دائما هم على ما قالوا الشمعة اللي تحترق من أجل الآخرين. أنا استفدت صراحة من اللي هو موضوع وضع حد دائما جميع علاقاتي سواء العملية أو العاطفية أو أيضا ما بين الأصحاب، أنه يكون دائما في حد. يعني حتى وجدت أثرها يعني سبحان الله قبل يومين، يعني أنا شغال في مؤسسة يعني تفاجأت أنه دائما اللي كانوا دائما الشلالية ويسوين يعني فيها يعني أنهم علاقات مع المدراء أو مع بيئة العمل تم يعني إخراجهم من الدوام. أيضا اللي هو زي ما تقول إنهاء عقوده، ليش؟ لأنه في كلام دائما ما بينهم إنه يصل للمدراء الكبار، يعني أيضا إنه في يعني فلان سوى حاجة وفلان سوى حاجة، هذه المشكلة إنها تكون بين الأفراد بالعمل، فدائما الحد بالعمل إنه تضع حدود بالعمل، هذه أنا اللي استفدت صراحة. حسن جميل، فعلا زي ما ذكرت بيئة العمل يعني قد تكون يعني زي ما ذكرت في بعض الأحيان نقل الكلام أو زي ما قلت أنه في بعض الأشخاص يكونون مع بعض ضد أحد، هذه من أكبر مدمرات بيئة العمل وعدم الإنتاجية، ويصير فيه المشاكل أكثر من الإنتاج. فلذلك أحسنت وكان قرار صائب أنك أنت تبتعد عن خلينا نسميها مصطلح شلالية العمل. بالضبط. شكرا لك صديقي، أنا سعيد جدا باتصالك ومشاركتك معنا. الله يسلمك، شكرا على طرح الموضوع، صراحة استفدنا واستخلصنا أيضا العبر أيضا من التداول، أنه عدم إهدار المال بأي وسيلة أخرى غير منفعة منفع لك، يعني أنك بالضبط. تستمر بالإنفاق. أنا يعني كنت أيضا من محبي الهوايات اللي هو جمع الحيوانات، يعني عندي حيوانات أليفة وأيضا حيوانات يعني، ولكن وجدت أن بكثرة ما كان بفعلي. صحيح جميل، فاستفدت أني أقلص من الأشياء هذه، أضع حاجات يعني فلسية حتى أني أستفيد منها. جميل، أنا شاكر ومقدر على هذا الموضوع. شكرا الله يعافيك، شكرا لك وعلى مشاركتك معنا، شكرا لك. أصدقائي 011-5-11-20-30. أنا أضحك لكن ضحكتي تبكي، أنا ساكت لكن نظرتي تحكي.